اكتر مره بقلقان عليكي فيها. احساسك ما كدبش عليك المره دي كمان. هو ده بقى اللي خلاك ما تنزليش وتطمنيني عليكي؟ كانش هينفع اطمنك ولا انت تطمني. ليه؟ هو ايه اللي جد؟ مفيش حاجه بدت. ردود الافعال على اللي بيحصل ده خلاني اقعد لوحدي قدام المرايه واواجه نفسي بالحقيقه. انا مش قادره استحمل تاثير اللي حصل على ماما ولا على دادا سكينه ولا على امين. احساس ان انا اللي فتحت الموضوع بنفسي. انت فاهم انا حاسه بايه وانا شايفه نفس الحكايه بتتعاد بس معاك انت ومراد؟ لا لا يا نازل، دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص. لا يا علي، دي زي دي بالظبط. طب يا نازلي، ممكن تتخيلي ان انا مش موجود في حياتك؟ ممكن تتخيلي ان احنا الاثنين ما بنحبش بعض؟ وان انت دلوقتي ما فيش قدامك غير مراد اللي انت لغايه النهارده لسه ما حسمتيش احساسك من ناحيته عامل ازاي؟ وبعد كده عرفتي كل حاجه عنه، عرفتي وسخته وقذرته وعرفتي قد ايه هو بتاع مصلحته وانه ممكن يعمل اي حاجه عشان يوصل لها. كنت هتسيبيه؟ لا، انت كنت هتسيبيه يا نازلي. الحاجه الوحيده اللي مخليكي ما تسيبيهوش هو احساسك بالذنب عشان حبك ليا. تأنيب ضميرك لمشاعرك خلاكي تستحملي حاجه ان الطبيعي بتاعك ما كنتيش هتستحمليها. تعالي. انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، عمري ما هسمح ان حبك ليا يبقى سبب في اذيه ليكي او وجع، عشان انا بحبك. انا فعلا مش عايز حاجه من الدنيا دي كلها غيرك. مش عارف حبنا ده هيودينا لفين ولا اخرته هتبقى عامله ازاي، بس انا بحبك. مش قادره استحمل اللي بيحصل ده كله حقيقي. تعبت، مش عارفه اعمل ايه. طب انت عارفه ان انت ورثتي حاجات كتير من باباكي؟ اي نعم، انا ما شفتوش بس سمعت عنه كتير. انت ورثتي منه طيبة قلبه اللي خليته يتصرف تصرفات كتير من غير ما يحسبها، وانت عملتي زيه. بس الحاجة اللي نفسي متورثيهاش عدم المواجهة. هو ما قدرش يواجه يا نصري. ما تغلطيش نفس غلطته، عشان انت لازم تواجهي الدنيا كلها وتواجهي نفسك وتواجهي مراد، وانا جنبك. طب اقول لك على حاجه تانية، لو غمضتي عينك وفتحتيها ما لقيتنيش قدامك، ما بقتش موجود، ده هيخليكي تكملي حياتك مع مراد وانت مرتاحه؟ ده اللي هيخليكي تبقي مطمنه معاه؟ ما تردي عليا يا نصر. لا، يبقى جوازك منه كان غلطة، والغلطة دي لازم تتصلح، وانت لازم تطلبي الطلاق. اطلبي الطلاق منه يا نصر. انا مروحة عزيزة، احنا مستأذنين نص ساعة بس. بعدين بصراحة مش ناوية الجزي عشان سيادتك عايزة تقابلي حبيبك في الجناء. عشان خاطري بقى يا فوق، خمس دقايق بس هسلم عليه واديله الجواب وبعدين ان شاء الله.
بقول لك شكلي حلو. ادخل. صباح الخير. أنا عارفة إن وجودي هنا دلوقتي مش مترحب بيه، وطالما انت عارفه كده هي ليه؟ مش علشاني ولا علشانك، عشان اولادنا يا اسمت هاني. انت ليه سامحه لنفسك بمساحه كلام انا ما سمحتلكيش بيها؟ مش ممكن. هتفضلي الكبر لحد امتى؟ أنا ما بكبرش يا سكينة، لأن طول عمري كبيرة. ما سألتيش نفسك أنا ليه ما طردتكيش برا الأوتيل أنت وابنك بعد ما عرفت إنك كنتي متجوزة جوزي؟ ما سألتيش نفسك السؤال ده؟ أقول لك أنا، عشان تفضلي قدامي وأذلك. أعرف أذلك زي ما أنتي وأدهم ظلمتوني. إحنا ما عملناش جريمة، أنا وأدهم. أنتي مين أنتي؟ أنتي ولا حاجة، ولا عمرك هتبقي حاجة مهما اتغيرت الظروف. واوعي اوعي تفكري ولو حتى تحلمي انك تتخطي حدودك معايا. انا بكرهك وعمري ما هسامحك. تطلعي برا برا. يا أمين بيه، أهلا يا فؤاد. أمين لسه نايم، أصل أنا ما نمناش امبارح غير وش الفجر. في حاجة مهمة صحيهولك عشانها؟ أنا كنت عارفة إنك مش هتقدر تمسك نفسك كتير، بس تاني يوم يا امين، تاني يوم. انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل بينا. خلينا نرجع في الكلام. احنا اتناقشنا كتير وانا شديت عليها قوي ونبهتها وفهمتها وشفت الندم وهو بيطق من عينيها. هو انت بصيت كده ليه؟ وانا حد كسر عيني عشان اكذب يعني؟ شفت الندم بيطق من عينيها ازاي يا امين؟ كانت بتنزل بدل الدموع دم. وقالت لك اللي عملته فيك ده عملته ليه؟ ولا حكيت لك نص الحقيقه والنص التاني خبته عنك ولبست طاقية الدال ده وسمت ده على اسم ده؟ ما ترد. في حاجات بين الراجل ومراته
ما يصحش تطلع بره. حاجات ايه؟ انت مصدق نفسك ولا فاهم ان احنا هنصدقك؟ ممكن محدش يدعوا خالص بالموضوع يخص انت ده؟ مش انتوا طلبتوا مني ان افضي دماغي من الكراكيب اللي فيها؟ خلاص انا خلصت الموضوع ده خالص ومش هتكلم فيه تاني. خلينا بقى في المواضيع التانية. حاضر يا امين. هنأجل موضوع ورد ده مؤقتا. عشان مش وقته دلوقتي وده موضوع كبير وانا لسه معرفتش افكر فيه ازاي. بس هنرجع له تاني. انا اتفقت مع المحامي خلاص ان احنا الاتنين هنروح له. عشان نفهم منه كل الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. ونظري هتيجي معانا؟ لا. كفاية نظري لحد كده. دورها خلص. حملناها فوق طاقتها. أنا جيت لك عشان إحنا أكيد محتاجين نتكلم. أنت مش محتاجة تيجي عشان أي حاجة. أنت مكانك هنا مش عند أمال. الحمد لله على السلامة. مراد أنا أعصابي تعبانة ومتوترة والوضع اللي إحنا فيه ده حاططني تحت ضغط. الوضع اللي أنا السبب فيه. اديني بقولها لك قبل ما انت تقولها لي. واكيد يا نظر انا عمري ما ابقى عايزك متوتره او مضغوطه. حتى لو انت كنت السبب في الوضع ده مش مهم. تعالي نفكر ازاي نخلص من التوتر ده ونبدا نعيش حياتنا بشكل طبيعي. وانا متاكد ان احنا هنعرف. في ايه يا نظر؟ أنا عايزة أتطلق. أنا مش قادرة أكدب على روحي ولا أكدب عليك أكتر من كده. أنا مش عايزة أكمل. ليه محسسني إنك مخدود؟ هو أنت نسيت الجواب اللي أنا كنت كاتبه لك قبل ما نتجوز؟ آه نسيته. احنا اتفقنا ان احنا ننساه وانا نسيته ومستعد انسى اي حاجه علشانك. انت بقى شايفه ان التوتر ده هيروح لما نتطلق؟ شايفه ان انا كل اللي انا عملته في حياتي علشانك ده جازت ان احنا نتطلق؟ حتى بكل اللي انت بتعمله يا مراد انا مش حاسه ان انا عايزه اقضي بقيه عمري معاك. أنا مش هكمل وأنا مش سعيدة مجرد عشان أنت بتحبني. عشان ده مش هيسعدني ومش هيغير إحساسي اتجاهك. أنا عارفة أنت أذيت مين وحاولت تأذي مين. أنا عرفت الحقيقة اللي أنت بقالك كتير قوي بتحاول تهميني عنها. النار اللي بتطلع منك عشان تحرق أي حد يقف في طريق مصلحتك وحقك في الأوتيل والميراث اللي انت مش مستعد ان هو يروح منك رغم ان انت عرفت ان ده مش حقك. بس حقيقتك انا عرفتها. وهو ده اللي انا مش هقدر اعيش معاه. انا مش بحبك.
ومش هحبك ومش عايزه اكمل معاك. انا خسرت نفسي علشانك. كل الناس اللي اذيتهم في حياتي دول كنت بعمل كده علشان بحبك. أنا كل اللي عملته في حياتي ده عملته علشان بحبك، ومستعد أخسر أي حاجة في الدنيا إلا إن أخسرك. حتى الفلوس والميراث مش عاوز حاجة، حتى أمين ياخد كل حاجة اللي أنا شايف إن هي بتاعتي. ده إحساس هيبقى صعب عليا وبحس إن أنا مظلوم، هو خد حاجة مش بتاعتي. بس مش مهم، أنا المهم عندي إنتي، وأنا مش عارف أعيش من غيرك. مش ينفع اخسرك يا نظري. مش هينفع يا مراد، مستحيل. المستحيل هو انك تنزل عنك يا نظري. انا مش هسيبك، أنا هنسى كل الكلام اللي أنت قلتيه ده، زي ما نسيت الجواب اللي كتبتيه قبل كده. أنا هنسى إنك جيتي من هنا من أساسه. أنا محتاج أنام. اللقمة من إيدك حاجة فانية خالص. وأنا والنعمة بقالي ياما ما اكلتش بنفسي كده. ده انا كنت مقهوره قهر يا امين. خلاص بقى يا ورد، احنا قلنا اللي فات مات واللي جاي حلو. بس ورد هانم ورد هانم حرم امين به ادهم حفظي، صاحب اكبر لوكاندا في اسوان. هتجيب لي لبن العصفور يا امين مش كده؟ انت عارف ان لبس الهوانم ده هيخيل عليا قوي، فرورات وفساتين وماركات ألافرانكا وألماز وذهب. هتجيب لي كل ده يا أمين صح؟ طبعا طبعا يا راح أمين. بس أنا بقى نفسي أنزل مصر وأنقي الحاجات دي كلها بنفسي، وأرجع واحدة تانية خالص محدش يعرفني، وترجع كده الحناطير ورايا شايلة ومحملة، والعيال كلهم يقفوا ويشاوروا ويقولوا دي كسوة ست ورد هانم. اتفضل. ده ليا؟ لا، مراد بي امر ان اطلعه نازلي هنا. شكرا. صباح الخير. أنا ما نمتش من امبارح، وقلت أقولك إن أنا هسافر القاهرة كام يوم علشان أديكي ودي نفسي فرصة حقيقية في إننا نفكر بهدوء ومن غير توتر، وهرجع ناس اللي حصل زي ما وعدتك وزي ما أنت كمان وعدتيني. أي أزمة وأي مشكلة وأي حاجة في الدنيا ليها حل وليها علاج ونقدر نعديه، إلا إنك تبعد عني عشان أنت حب عمري ومراتي وأهم حاجة في حياتي يا نظر. دي عربية النوم؟ أيوة يا فندم. مواعيدك يتظبط عليها الساعة يا متر.
وقت ضيق يا علي ها، ولازم ارجع عائله في قطر العصر ها. عبال ما تشرب قهوتك امين يكون نزل ونبدا شغل على طول. وهو كذلك. اتفضل. وده بقى هلبسه اما نعمل حفله تحت. عارف يا امين، وانا بلف على المحلات عشان اجيب الهدوم دي من مصر، كل ما كانت حاجه تعجبني كنت اقول اكيد هتعجب امين فاقوم شارياها. حبيبتي يا ولد، بس انا بقى سبت حاجه لاهل مصر يشتروها. اخصى عليك يا امين، مستخسر هدمتين في مراتك؟ لا لا يا حبيبتي، ده انت تاخد الدنيا كلها، بس انا حاسس ان انت لو كل ساعه تبصي طقم هيخلصوا في 10 سنين. وهو انا بعمل كده عشان خاطر مين؟ لو هو انت فاكر ان انا بعمل كده عشان خاطري؟ انا بعمل كده عشانك انت. انا دلوقتي مرات امين ادهم حفظي، صاحب الجراند اوتيل، يعني هبتي من هبته. ادخل. تحكي على ايه؟ ما انت عارفاني اصل في الشتي عايمه، هي دي حاجه جديده. اسمعي حضرتك، وبعدين في الشتي دي تبقي تغرقيها قبل ما تيجي تقفي قدامي، انا ما بلعبش معاكي. انا اسفه. لا اسفه يا فاطمه، دي بتهزر معاكي يا عبيطه، مش انت بتهزري معاها؟ ما بهزرش. من امتى كان في هزار بين الهوانم والخدمات؟ ادهم بتشمس؟ ايوه، وغيرت له كمان، وقعد يعيط، قلت اكيد جعان فجبته لك عشان تاكليه. قصدي جبته لحضرتك عشان تاكليه. هاتيه مدي، انا لازم اشوف له مرضعه، انا خلاص ما عدتش قادره. خليه معاك لحد ما اغير هدومي. انت لسه واقفه عندك بتعملي ايه؟ روح شوف شغل. حاضر. ازيك يا فاطمة؟ تسلم. أمين. أيوة فؤاد، تعالى خش. إيه ده؟ المحامي تحت بقاله نص ساعة وهيرجع في قطر العصر وأنت لسه بالبيجامة. لا أنا خلاص، أنا خلاص قمت أهو. أهو إيه يا أمين؟ بس إذا كنت ناوي تهزر خلاص خليك قاعد جنب مراتك. لا خلاص، أنا دقيقة وأكون غيرت. دقيقة بسرعة يا أمين. بقولك يا فؤاد، انزل أنت للمحامي وإحنا هنبقى نحصلك. أنت؟ هو أنت ناوية تحضري الاجتماع بتاع إدارة اللوكاندا؟ نازلة مع جوزي. طيب، بس واضح كده يا ورد ان مغاره علي بابا اللي فتحت عليكي مره واحده دي نسيتي الكلام اللي انا قلته لك. بس هفكرك بيه، انا مركز معاكي وحطك في دماغي ونبي ازرق بس مخبيه. يلا يا امين. انا بقيت قلقانه عليك اكتر من ما انا قلقانه على امين نفسه. طب التوتر ده هتطب ساكت يا علي. ما هو اللي احنا فيه ده كله مش ناقصها هي كمان. اللي زي وردي دي انا كاشفها، عارف قطعيتها كويس، حيه بتبخ السم في امين وهو فاتح لها صدره وبيقول لها كمان. لكن لازم تشوفيه النهارده وهو قاعد مع المحامي، المحامي عمال يتكلم وهو عمال يهز في راسه كانه فاهم كل حاجه، وانا متاكد ان هو كان قاعد بيفكر هياكل ايه على الغدا. صراحة المحامي كان بيتكلم في كلام صعب، تنازل عن الملكية وتوكيلات وضرائب وحسابات، وأمين مش حمل الكلام ده، إنما العقربة التانية ما فوتتش حرف، ما بلعتوش في جوفها. المهم عملتوا إيه في موضوع إدارة الأوتيل؟ لا إحنا اتفقنا خلاص من هنا ورايح، بقى مالكيش دعوة بأي حاجة وريحي دماغك أنت خالص عشان خاطري. أيوة مش هتدخل، بس عندي فضول أعرف. طب انا عندي فضول اعرف انت محلويه ليه النهارده. لا هو انت حلوه كل يوم، بس النهارده في حلاوه بزياده. يعني انا احسن واحده بكتير عن الفتره اللي فاتت، وانت السبب. من ساعه ما واجهتني بموضوع الطلاق وعملت كده
بقيت حاسه ان في حمل كبير قوي اتشال من عليا. انا لسه مش عارفه رد فعل طلبي ده هيبقى ايه ولا ايه اللي هيحصل، بس انا واجهت، بقيت حاسه ان انا قويه جدا، وفي اي حال من الاحوال انا متاكده ان حياتي اسعد بكتير من جد. عارفه كلامك ده محسسني بايه؟ محسسني ان انا اسعد واقوى راجل في الدنيا. وانت فعلا اقوى راجل في الدنيا. هو وقفتك جنبي وجنب ده سكينه وامين دي سهله؟ اما ان انت سعيد بقى فيمكن ده عشان انت معايا. لا ده اكيد، مش يمكن. وانت كمان مش مسموح لك تعيشي يوم كمان من غير ما تبقي سعيده فيه، فاهمه؟ بحبك. سمعتش؟ بحبك. وأنا بحبك. Thank you.